السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن نتواجد في ضيافة هذه التعاونية الزراعية المختصة في إنتاج وزراعة نبات اللوف، وهو نبات حولي متسلق له عدة استعمالات، أبرزها أنه يستخرج منه الليفة والتي تشاهدون على شاشتكم. الليفة تستعمل في تنظيف الجسم أثناء الاستحمام، وهي معروفة بكثرة في مصر وتعتبر من التقاليد العريقة. ليفة الحمام منتوج طبيعي خالص يزيل القشور السطحية للجلد ويفتح المسام فتتغذى بالأكسجين وينشط الدورة الدموية، وبالتالي تتأخر تجاعيد الجسم في الظهور. أترككم الآن مع ممثل الجمعية مشكورا للحديث عن هذا النبات. مرحبا بكم في الأحياء الانتزاع الحليم السليمان لإنتاج وتسويق اللوف. هذا اللوف هو إتعاء الأجداد ديالنا، فهو عبارة على هو من الفصيلة ديال القرعة. هذا الإت كان جدنا حضارة، كانوا تيجي يزرعوا وينتجوه باش يصنعوا واحد المدة الزمنية ديال 50 عام 60 عام، يصنعوا الصابون ولا طروفة صغار لغسيل المواعن. فاحنا مع وزارة الفلاحة والمدير الإقليمي والجهوي الفلاحة تربية السلطات تنحاولوا باش نحيوا هذا المنتوج، باش نحيدوا تسكي بوليستير وسانتيتيك. هذا المنافع ديالو انها تستعمل حركه دائريه، تتحل المسام بالدوره الدمويه، مساج قماش لي فاريس ولي جومبلو، وانت تعطيك واحد الرشاقه في الجسم ديالك، وهذا غير مضر للبيئه وسهل التحلل. طيب يصلح لنا بحال كومبوست، فاش تضعف النبته نقدروا نحطوا طروفه صغار صغار صغار، نحطوا في شي نبته تزرع بحال كومبوست. كاين شي دور اخر من غير يعني استعمل في النظافه؟ شي دور اخر بحال مثلا باش كتغلطوا في الصابون؟ عاوتاني في الصابون احنا هذا المنتج طورناه، هذه خليها مشدوده، درنا الصابون الليمينير هذاك، وكاين مواد اخرى ما غادي نمشيو بشويه ان شاء الله. ها هي فاش تدخل في الماء ها هي تتولي رطبه، والحركة ديما دائرية ديالها ماشي طويلة. شكرا خويا، شكرا، بارك الله. إذن وكما رأيتم فالليفة طبيعية 100%، تصبح جاهزة للاستعمال بعد مرورها من عدة عمليات، أولها قطف الثمار ونقعها في الماء ليوم واحد لتسهيل عملية التقشير، وتسمى هذه العملية التعطين. بعد ذلك تقشر الثمرة ويغسل اللب وينفض لإخراج البذور، ثم يجفف في الشمس وينقل للمصانع. إذا أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو القصير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة على قناتكم بذرة.